وشوشة. أحب أشكر كل جمهور وشوشة في الاستفتاء المحترم اللي حصل السنة دي، والحمد لله بتوفيق ربنا اختاروا فيلم من 30 سنة واختاروني عليه أفضل إنتاج السنة دي، وده يرجع إلى فريق عمل رائع على رأسهم المخرج الكبير الأستاذ عمرو عرفة، والكاتب الكبير الأستاذ أيمن بهجت قمر، والنجم أحمد السقا، والنجم منى زكي، النجمة الكبيرة ميرفت أمين، والنجمة نور، نجم شريف منير، الفنان صلاح عبد الله، الفنان أحمد فؤاد سليم، ورجاء الجداوي العظيمة، وكل فريق العمل، مدير التصوير الأستاذ وائل درويش. بجد بشكرهم على جهدهم في من 30 سنة إن قدر يعمل رد الفعل المحترم، وكرمنا إن اخترنا كأفضل شركة إنتاج في 2016 وحصول الفيلم في معظم الاستفتاءات على أفضل فيلم. فبهديهم الجايزة وكل متابعي وشوشة، وشكرا. وليد منصور. وشوشة، الموقع الفني الأول في مصر. رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهواتي. www.washwasha.org.